كما ينضم إلينا أيضا من القاهرة اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، وهو مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق، وهو أيضا رئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق. أهلا بك سيدي على شاشة القاهرة. أعيد طرح ذات السؤال فيما يرتبط بالعمليات النوعية التي أوصت بها الولايات المتحدة إسرائيل في مرحلة الذروة من هذه المعارك، هل فشل إسرائيل في هذا الاستهداف النوعي يساوي فشلا استخباراتيا على الأرض داخل قطاع غزة، وبالتبعية هي غير قادرة على تحديد العناصر التي تقول أنها من مستهدفاتها العسكرية؟ أهلا بك أستاذ تامر وأهلا بمشاهدينك. في البداية طبعا كان في فشل كبير أمني للقوات الإسرائيلية من بداية العملية في 7 أكتوبر، واستمر هذا الفشل في تحديد هدف العملية وهو القضاء على عناصر حماس وتهجير سكان قطاع غزة. ولكن القوات الإسرائيلية لم تتنازل عن هدف، ولكن بتقوم بتنفيذه بطريقة غير مباشرة، بمعنى أنها فشلت في تهجير السكان عندما قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال هذا خط أحمر ولن يتم تهجير سكان غزة إلى أي من دول الجوار. فقامت القوات الإسرائيلية بتدمير القطاع لاستحالة إقامة السكان فيه، لتهجيرهم بطريقة قصرية وعدم استطاعتهم العيش فيه. وبالتالي كان أسهل أسلوب للتخلص من عناصر حماس وقيادات حماس وكل السكان. طيب سيد الفاضل، اتصالا بهذه المشاهد التي تذاع الآن أثار الدمار التي لحقت بقطاع غزة وكل مبانيها جراء هذه العملية العسكرية، أنا هنا أسأل هذا السؤال اتصالا بهذا البيان، وأنت كنت رئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق، هل هذه البيئة من الناحية العسكرية قادرة أن يعمل بها جهاز استطلاع معادي، وأتحدث هنا عن إسرائيل، في هذه الظروف وهذه الملابسات وهذه البيئة؟ بالتأكيد لا، لأنه القوات الإسرائيلية بتشتغل بنظرية الأرض المحروقة. نظرية الأرض المحروقة يعني مش قادرة تحصل على معلومات، فشل أمني، تقوم بهذا التدمير وهذا الخراب واستهداف السكان والعقاب الجماعي لكل من هو موجود في هذه البقعة من الأرض. وما هي خيارات إسرائيل عسكريا في هذه الظروف اتصالا بما ذكرت؟ حتى الآن علشان برضو نوضح للسادة المشاهدين فشل القوات الإسرائيلية، القوات الإسرائيلية تجاوزت العملية أكثر من 9 أشهر، لم تحتل في قطاع غزة سوى 26%، وال 26% دول منهم محور نتسارين ومحور فيلادلفيا اللي هو محور صلاح الدين، ومتمسكة بيهم علشان تقدر من خلالهم تتحرك القوات إلى أو الدوريات الخاصة بها إلى داخل القطاع لتنفيذ الإغارات والمداهمات وتدمير الأنفاق وما شابه ذلك. طب واختيار إسرائيل لمحور نتسارين ماذا يعني؟ هل إسرائيل فقط معنية بفصل الشمال عن الجنوب، وماذا تقصد باحتلال محور صلاح الدين في منطقة الجنوب مع ادعاءاتها المتكررة التي مهدت لهذه العملية العسكرية؟ كان الهدف من احتلال محور نتسارين أنه تعمل منطقة عازلة في الشمال بعمق من 1 إلى 3 كيلو، وبالتالي برضو أيضا في الجنوب قامت بتدمير مربعات سكنية كاملة مثل حي البرازيل، حي السلام، زعرب، السعودي، ودول على الحدود المصرية، وعملت منطقة عزلة بعمق من 0.5 إلى 1 كيلو علشان تأمن حدودها من الجنوب، وتستخدم هذه المنطقة في عمل الإغارات والمداهمات إلى داخل العمق في قطاع غزة اللي هو منطقة رفح.
هي كانت تتحدث عن المنطقة الجنوبية تحديدا منطقة رفح قبل الوصول إلى محور صلاح الدين بأن القيادة التابعة لحركة حماس والفصائل المقاومة تتمركز في منطقة الجنوب، اتصالا بهذه المشاهد مع ضعف العمل المخابراتي على الأرض، من أين أتت بهذه المعاملات؟ وهل يجوز أن تطلق المعلومة على عواهنها حتى وإن كانت غير دقيقة وتتم ملاحقتها عسكريا؟ أنا أسألك بصفة الخبرة. طبعا الجانب الإسرائيلي تعود على هذه الادعاءات لكي يغطي على فشله الأمني، وإذا كان المعلومات اللي عنده دي صحيحة لم يتمكن من يعني تدمير أو القضاء على أي من القيادات اللي حضرتك ذكرتها. الحاجة الثانية من برضو من المعروف على الجانب الإسرائيلي أنه عشان يبث مشاعر من الطمأنينة إلى الشعب الإسرائيلي يقوم بهذه الادعاءات ويرمي التهم وظروف فشله على الجانب الآخر، فده يعني احنا متعودين عليه من الجانب الإسرائيلي. أشكرك شكرا جزيلا من القاهرة السيد اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، وأنت مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق ورئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق، شكرا لك سيدي إذ كنت معنا عبر الهاتف.